مرحبا أصدقائي، أهلا بكم في كورسابلس. اليوم سنشاهد سباقا مثيرا بين المركبات، كل مركبة أسرع من الأخرى. ها هي السيارة الحمراء، إنها سبيد سيارة السباق، وها هما منافسيها الاثنين في سباق اليوم، الشاحنتان العملاقتان، إنهما كبيرتان جدا. هاي سبيد، كيف حالك؟ هل أنت مستعد للسباق؟ ممتاز، هيا نذهب إلى المرآب لنقوم بتجهيزك للسباق. سنقوم بتهيئتك وتجميلك. إننا في المرآب الآن، حيث يمكننا إضافة الكثير من الإكسسوارات. أوه، إنه الميكانيكي روب. هاي روب، سيساعدنا في تجهيز سبيد للسباق. ماذا يجول بخاطره؟ نبدأ بوضع زعنفة على مؤخرة سبيد. يقوم روب بإضافة أنبوب عوادم قوي جداً. وأخيراً داعم المحرك، ويجب أن لا ننسى لاصقة المشترك. هكذا ممتاز، شكراً روب. هكذا سبيد أخيراً جاهز لمنافسة الشاحنتين العملاقتين. المشتركون في السباق يذهبون باتجاه خط البداية. المواجهة ستكون قوية جداً، كل المشتركين في قمة تركيزهم. الآن كل المركبات على خط البداية، التوتر يزداد. ثلاثة، اثنان، واحد، انطلق. لقد تحركوا، الشاحنتان العملاقتان تحركتا قبل سبيد، يجب عليه أن يسرع ليلحق بهما. الشاحنتان العملاقتان تقتربان من بعضهما، لكن سبيد يحاول قليلاً اللحاق بهما. يقوم بأخذ المنعطفات بشكل ممتاز، ويبدو أنه مصمم جداً على اللحاق بهما. إنه وراء الشاحنة العملاقة الأولى، إنهما يقتربان جداً من بعضهما. واو، الشاحنة العملاقة مشغولة جداً بمراقبة سبيد، لم ترى الملف وانحرفت عن مسارها. إنها خارج السباق الآن. هل سيتمكن سبيد من اللحاق بالمتنافس الثاني؟ انظروا، إنها مرحلة الحلقة، الشاحنة العملاقة تخطتها بسهولة. هل سينجح سبيد في تخطيها؟ واو، نعم، أحسنت. راقبوا، إنها نهاية السباق، وما زالت الشاحنة العملاقة تتقدم. بينما الشاحنة العملاقة تتحرك للأمام، قرر سبيد أن يقوم بقفزة. وانظروا، إنه يستعمل محركه في ذلك. هذا لا يصدق، سبيد تخطى الشاحنة العملاقة وقام بقطع خط النهاية قبلها. انتهينا، برافو لكل المتسابقين ولسبيد لأنه فاز بالسباق. هيا نستعرض معا أهم اللحظات في هذا السباق. بدأ المتسابقون، لكن سبيد تأخر عنهم، لكنه لحق بهم. وتمكن من تخطي الشاحنة العملاقة الأولى التي خرجت من السباق. هنا تمكن من تخطي الحلقة بنجاح. وأخيراً هذه القفزة ساعدت سبيد على تخطي الشاحنة الثانية والفوز بالسباق. هذا هو،
نراكم قريباً في سباقات جديدة في كورسابلس أصدقائي. اشترك معنا.